أسعد الله أوقاتكم. ما هي رسالة وطاقة اليوم؟ اليوم الطاقة داعمة وتدعم الاستمرار. كل الأعمال إيجابية اليوم باستثناء السفر، فهو يوم غير داعم للسفر. طاقة اليوم تساعد على نجاح أي مشروع أو عمل تجاري. اللون المناسب والداعم للهالة هو اللون البني. إجابة على أسئلة الفعالية. السؤال الأول، هل يوجد مبادرة من ماهر العقرب لحنان الأسد؟ الجواب لا عزيزتي، لأنه متردد. السؤال الثاني، هل أنا هالفترة فيني شيء يخليني متعجلة للمشاكل وسوء الفهم مع الآخرين؟ وفاء الميزان عزباء. الجواب نعم، الانفعال الزائد. السؤال الثالث، هل حسن برج الجدي سيبقى بنفس المجموعة في العمل أم سينتقل إلى مجموعة أخرى؟ زهراء برج الأسد. الجواب نعم، خلال 9 أوقات أو بشهر 9 تقريبا. ويومكم سعيد بإذن الله.